معها تبقى خاطر فما سؤال كبير. كابتن، انا كنت قبل معناها في يمكن افانتا الماء بتاع السباله ابن من الماء بتاع البحر، خاطر يجيك من الزغوان، يجينا من الزغوان. كان يغطي الشمال ويهبط وظهر لي وصلوه حتى المستير. صحيح، سي ما ميموري بون، وتعرف كي نقول مستير شنو معناها في وقت بورقيب، معناها ترونسون كامل مشالو وعملوا له مترو والماء حصلوا. الحاجه اللي تبهتني سي كو نحن في تونس بارمي لي بلو جران كونسوماتور دو مينيرال في العالم، معناها راني مش مفضلك، معناها من اكثر مستهلكي المياه المعدنيه، مش خاطرنا لاباس علينا وسويسرا وعندنا لي زالب والثلج مضطرين بيان سور، مكرهون اخاك لا بطل، ما تنجمش ولدك صغير تشربوا ماء السباله ومش تشقنيس ولا وشرب كاس ماء من السباله جريجمو تحرقت جريجمو تجرحت كما النكت نتاع عام 70. هما لا، الماء فما نقطة استفهام كبيرة، والماركات تو بربي انت عندك معامل وواحد وكل شيء، تي الماء خاطر فيها في برشا مداخيل. شوف فما حرب في نستلي بين الظفرين، خاطر نستلي ظهر لي هنا زاد موجودة، لكن فما صارت مشكلة كبيرة عالمية والأمم المتحدة دخلت فيها، خاطر فاقوا لي فما الشركة هذية قاعدة تشري في العيون في العالم أجمع في كينيا في، والحاجة الغير أخلاقية اللي عملتها وقتها من عرش القضية بعد صار فيها، اللي فما بلايس فما سيشغيس، معناها فماش ناس مع يخطوش، لكن فما ناب من اكبر لي ناب تعرفوا تحت كينيا وتحت كليمنجارو، فما من اكبر لي ناب في العالم، تعرف اللي مخزون الماء مثلا كندا تتملح من البترول والغاز، عندها اكبر حرب الجاية على الماء، حرب كبيرة، ومن واجبنا نحن الكلنا ان ندافع على الشيء هذا.